جعله الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وجعله لنا قدوة وأسوة، ومن كرم الله علينا أن يعني أرسله ربنا سبحانه وتعالى لنا ليكون رحمة للعالمين. أولا، ندوة اليوم كانت عن الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة في بيته، وكيف كان يتعامل مع أزواجه رضي الله عنهن أمهات المؤمنين، وكيف أنه كان أسوة وقدوة لنا. لعل الله سبحانه وتعالى أن يشرح الصدور فينا جميعا، أن نعامل الزوجات وأن تتعامل الزوجات مع الأزواج كما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك الإسلام كما ذكر الشيخ وتفضل بهذه الكلمات العظيمات اهتم في موضوع صلاح البيوت، ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نحن متواجدين في درب الساعي، واليوم عندنا لقاء وكلام جميل عن أحد الأعمدة المهمة جدا للبيت القطري والبيت المسلم. نتكلم اليوم عن يوم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذ منه الحكم والفوائد والعبر، ونشكر حقيقة القائمين على هذا الحفل المبارك وعلى هذه الدور، دور النشر والكتب. والإنسان يحتاج إلى القراءة والاطلاع، كلما زاد الإنسان علما كلما زاد ثقافة. وأول آية في كتاب الله: اقرأ، ونحن نحتاج إلى القراءة. اللهم علمنا ما ينفعنا.